فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عندما أكون في منزلي وأرى بعض النمل أقوم بقتله وإن كانت نملة واحدة، خشية أن يجتمع ويكون في شقتنا ويؤذينا، يقول هل فعلي هذا صحيح؟ لا يجوز قتل الشيء إلا المؤذي، المؤذي يقتل، الحية والعقرب وكلب العقور، الشيء المؤذي هذا يقتل، أما الذي ليس فيه أذى هذا يدفع ولا يقتل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.